فعلا الوضع زاد عن حده، وضع زاد عن حده، فليقدر يأثر بالكلام، يقدر يأثر بالفعل، يقدر يأثر بالمال، لازم ما يقصر في هذه الجهة. ففي مثل هاللحظات تتخيل، أنا أمس وأنا نايم على السرير أقول سبحان الله، حين لو أنا في بلد فيه حرب، في هاللحظة اللي أنا نايم احتمال يصاروخ وأنا قاعد هاللحظة وأنا قاعد أفكر، يعني شلون واحد ينام أصلا؟ نسبة 24 ساعة احتمال تموت، أو زوجتك أو عيالك أو أمك أو أبوك أو أحد من إخوانك، النسبة موجودة 24 ساعة. هذا العالم، هذا الشيء اللي قاعد يصير، لازم الإنسان يأخذ موقف، وموقف يكون مؤثر باللي يقدر عليه، والإنسان يحاول أن لا يتنازل عن القضايا اللي فيه لها جنبة دينية. هؤلاء مسلمون يتعرضون للهتك والاعتراض والقتل والتشريد والمحاصرة، ترى اللسان هم مو بسيط، يعني لمن أنت تبين وتتكلم وترجم وتكتب في التويتر وفي أماكن ثانية وتبدي انزعاجك، قد يوصل توصل الرسالة للناس المستضعفين في العالم، ترى ممكن يعرف اللي قاعد يصير. عموما إنسان بقدر المستطاع يحاول أن يبين هذه الظلامة على أخواننا المسلمين ويدعو لهم كثيرا، لأن هذا اللي جرى شيء محزن جدا. آلاف من الأبرياء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، وتخيل طفل عمره 6 سنوات يفقد عائلته كاملة، هذا وين يروح؟ وين يروح هذا؟ وكل هذا هؤلاء الملعونين باسم الإنسانية يتكلمون فيه، وباسم الدفاع عن النفس. أي دفاع عن النفس؟ أنتم داخلين إلى أرض مختص بينها، يعني ما حد إنسان عنده. شوف مرات هذه المقولة، إن لم تستحي شنو؟ عادي سوي اللي بتسوي. شخص داخل عليك على أرضك ويأخذها ويطردك وأنت دافع عن نفسك، أنت ظالم ومعتدي. هذي شو تصنفهم؟ قلت لك هذيل ما لهم، ليسوا بشرا حتى واحد يكلمهم.